أهلا بكم متابعي قناة أخبار عربية ومعلومات أعلن الصحفي التركي كايا تيميل المقرب من نادي غلط سراي أن اللاعب حكيم زياش على وشك الإعلان عن زواجه في الأيام القليلة المقبلة وقد نشر النادي التركي على صفحته الرسمية غلطة سراي بالعربي تدوينة تيميل حيث كتب هناك تطورات في حياة زياش الشخصية زياش سيتزوج قريباً في نفس السياق اكدت مجله غاليه ان خبر زواج حكيم صحيح مشيره الى ان زوجته من اصول مغربيه وتفضل الابتعاد عن الاضواء